ليش ليش لا انا ليش اسوي بعمري كذا؟ السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حرب، حياكم الله في قناتي. فيديو اليوم من سلسلة مشترياتي من اي هيرب، وهالمرة مشتريات شهر اكتوبر. تقريبا كل شهر اطلب من اي هيرب التوصيل على دبي عن طريق DHL، اسرع توصيل صراحة، وغالبا توصلني الاشياء مثل ما هي، ماشي منكسر مغلفة عدل غالبا. ولان عندي كود خصم بيطلع لكم احنا، ممكن تستخدمونه او اي كود خصم انتم تحبون تستخدمونه. اي هيرب اسعارهم وايد معقولة، ومع اكواد الخصم بعد تنزل اكثر، وبين فتره والثانيه هم يسوون خصومات ويسوون سيل، فبعد احلى واحلى. عندهم طبعا اي هيرب اشياء وايد، وتشوفون انا مشترياتي متنوعه، تكون احيانا اشياء جديده واحيانا لا، اشياء اوريدي انا استخدمها واحبها فارجع اخذ منها مره ثانيه. وبعد وايد من هالمشتريات تكون بناء على اقتراحات البنات، او مثلا اشوف حد من الانفلونسرز مجربات شيء ويمدحونه فاخذه واجربه، وعقب يسوي مفضلاتي. اغلب الاشياء اللي اخذتها على اقتراحات البنات او الاشياء اللي مدحوها الانفلونسرز انا نفعتني. فاذا انتم تحبون مشتريات اي هيرب حطوا لي لايك علشان اعرف اصوركم كل شهر، لان كل شهر انا اطلب. وتعالوا خلنا نبدا الفيديو. البوكس الاول، بوكسين هالمره، كان في واحد ثالث بس هاكي ما كان حقي، كنت طالبه اشياء حق خواتي فما بغاويكم اياه. دراي نوزز، هذا سبراي حق الخشم، حق الحساسيه اللي عندهم جيوب، اللي ما يقدرون في الليل يقعدون عدل. انا اعاني ويا الحساسيه، فقلت بجربه. طلبت حبتين، وعلى اساس اني بجربه بس نسيته في البوكس، كنت ناوي اطلع حبه اجربه وخلي الثانيه اصوركم اياها. فهاي الحبه الحين بطلعها وبجربه، بتكلم عنها اذا ناسبني ولا لا. غالبا في الانستغرام، في الستوري، في البوست، تابعوني هناك، اسمي سمية حارب نفس اسمي هنا. فما اقدر اقولكم اذا ناسبني او لا، اللي كانت متكلمة عنه نوعد منهم، اذكر انها كانت وايد تمدح، تقول حق الناس اللي عندهم مشاكل في النوم، في التنفس، ما يومون يقعدون عدل، هذا حلو حق في الليل. فيلا خلينا نجرب شو ورادنا. هذا انتو حفظتوه، هذه زبدة الفول السوداني البينت باتر، بس هاي الكرانشي كرانش تايم، دايما 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 اطلب منها، انا احبها. مريومة بنتي بعد تحبها، وايد لذيذ وايد تشبع بنات، وبعدين فيها نسبة بروتين عالية، والمفروض ان هي نوعا ما بديل صحي عن البينت باتر العادية. في بنات يحطوها مع الاساي بعد حلوة، بس انا احبها كذا ويا الساندويتش ويا شوية جوفة من فوق، عسل، احيانا بعد احط موز ولا قلق. من يسرين خذت حبتين، هذا اللي هو ادفانس ريبير هاند كريم، ترطيبه بنات وايد عميق، وايد وايد ترطيبه قوي. اذا تحسين ان ايدك وايد جافه، انا مو بوايد ايدي جافه بس احب الترطيب العميق، احب دائما استخدم كريمات، دائما استخدم زيوت. لا تلاحظون دائما مشترياتي من اي هيرب كريمات وزيوت، ما اعرف اذا ما اتم استخدم شيء. فهذا اخذته على مدح بعد وحده من الانفلونسرز، وايد 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 حبيته. انا طلبت بعد زياده منه، لا طلبت حق حد من خواتي. هذا اللي انا اخذته مو وايد تجيب، بس ترطيبه عميق، استخدمه بعد حق الايد والريق. اورجانيك هاني، هذا ما جربته قلت يعني شيء اورجانيك، وانا احب العسل مع البينات باتر، بعد العسل مع القشطة يعيبني يوم بسوي لي سندويتش، فقلت هذا اورجانيك ليش لا. نو مسكا من لورا مرسي، ذكرت هذا شو شفته في سكشن لورا مرسي. على فكرة كل ما هم يخففون السكشن عندهم، قبل وايد في اشياء، الحين ما اشوف وايد عندهم اشياء، ما اعرف ليش سعر لورا مرسي عندهم وايد ارخص. هذه سلمكم الله بودرة لتحت العيون تثبيت الكونسيلر، شفت في منها لونين وايد خفيفة ما بتبين، شفت في منها لونين، لون ابيض ولون اصفر، قلت الاصفر حلو بيعطيني شوية تنوير، والبودرة خفيفة خفيفة وايد خفيفة، فخذتها حتى رقمها 2، خذتها قلت بجربها. انا احب اللوس باودر اللي هي حتى تحت العيون، في عندهم كذا نوع ترى اللوس باودر، فهذيك من تحت العيون اظن الحين وقفوها، كانت وايد حلوة، وايد خفيفة بس صدق تخلي الكونسيلر ثابت وما يتكسر، وكذا المنطقة حلوة مرتبة يعني، يعني مو بعقب كم من ساعة تحسين المنطقة تكسرت، إذا أنت عندك مثلا هالات مثلي تبين، لا لا لا، هذيك وايد كانت تعيدني، فقلت يمكن هذه نفس الفكرة، يمكن ما أعرف، لأني ما جربتها بعدني. سيويد بادي كريم، قلت لكم أحب الكريمات، وايد أنا أحب الكريمات، فدايما آخذ من عندهم بعد كريمات لأن أسعارها وايد زينة. هذا هايدريتنج سوذينج بادي كريم وذ أرجان أويل أند شيا باتر، أي شيء فيه شيا باتر هذه أنا.
اشكي شيء باتر. وبعد على فكرة الأرغان أويل ترى حلو ترطيبه. أنا أحب كذا أخلط زيوت مع الكريمات يكون الترطيب أعمق، أحب مرة في اليوم مثلا الصبح ترطيب خفيف، نوع يكون خفيف بسرعة يمتصل الجسم، مع شاور الليل أحب أستخدم نوع ثقيل أحس كذا الجسم يترطب عدل. مثل ما أحب أرطب بشرتي عدل أستخدم كريمات أثجل في الليل حق بشرتي، بعد حق الجسم أحب أستخدم كريمات أثجل. هذا التنت وايد ظريف. خدت صراحة عشان شكله مو بعلشان شيء. في منه كذا لون كذا أحمر، ريحته فراولة، ريحته حلاوة. وكذا شكل الحلاوة يعني. والتنت أنا أستخدمهم دائما، أستخدم في البيت إذا حاطة ميك اب خفيف، إذا طالعة أبغى شيء خفيف تحت الأرواج أحب أستخدم التنت. فهذا قلت يلا خلي جربه، ما اخذت لنا تفاصيل كذا شفته قلت يلا خلي احطه في البوكس. الحين دور البوكس الثاني الاكبر، خذت هذيله جربت لهم من قبل بنات، سبري حق الفراش حق المخدات، والثالث ما بطلت عشان اريكم كيف التغليف مستحيل انه ينكسر او يسرب. هذيله روايحهم بنات وايد ناعمه، انا اخذت باللافندر، اخذت شن بالروز، ثالث بعد اظن باللافندر. الريحه بنات هاديه، ترشينها على الفراش على المخدات وتكون ريحة الفراش حلوة، بس مو بالريح الحاشر اللي تصدين منها او كذا تحسس لك الجيوب، لا وايد وايد ريحة هادية. هم يقولون انها يساعد على الاسترخاء، يمكن يمكن، بس انا وايد احبهم. فأوردي خلص منهم ورديت طلبتهم مرة ثانية، وبسرعة بنات يخلصون يعني بسرعة يخلصون من الموقع، مو كاستخدام. انا استخدمهم مرة في اليوم، ارش فيهم الفراش، قلت لكم المخدات. فاذا انتم مثلي تحبون الروايح الهادية الخفيفة حق الفراش هذا بيعيبكم، او حتى حق البيت، في ناس ما يحبون الروايح قوية في البيت، انا احب الريحة تكون واضحة. في ناس تحب انها تكون ريحة وايد خفيفة هادية، او مرات كذا انت مصدعة فتبغين بس ريحة خفيفة، ممكن تستخدمين هذا. هذا الشيء الجميل وايد حبيت استخدمته، كان طلبت من الشهر اللي فات اولموست بيخلص، طلبت لي واحد ثاني وطلبت اللي هو حق الايد الاخضر. الاخضر working hand بعدني ما جربته، هذا اللي هو healthy feet حق تشققات القدم، وهذا حق الجلد والاظافر المتكسرة. يعني انا الحمد لله دايما ارطب فما احتاج شيء وايد كذا قوي، بس لان هذا وايد حبيته وشفت كيف يخلي الاقدام ناعمه وايد ناعمه، فقلت ليش ما اجرب مال ايد. وحده قالت لي هذا ما عيبها وايد، اذكر صورت في ستوري الانستغرام وحده ما مدحت لي اياه وايد، هذا كل حد يمدحه. وفي منه على فكره على شكل معصار بس كان اوت اوف ستوك، ما قمت ان اطلبه، بس هذا حلو، هذا اسبوع علي خبركم عنه، بس خل اجربه فتره. بس هذا اذا انتم تحسون ان اقدامكم كذا جافه تبون ترطيب دايم، هذا وايد حلو ومرسوم عليه انه حق الاقدام اللي مو المتشققة، فبعد بيفيدكم. هذا احب تعرفون مرات كيف استخدمه، بعد الشاور احط منه على ريلي والبس دلاق واخليه، فالتمرين مترطبة طول الوقت. احب مرات في البيت كذا اتمدوه بدلاقي. كوكو باتر وشيا باتر، وايد انا هاي الماركة احبها ناو، اخذ منها بعد الزيت، زيت السويت الموند باللافندر بعد في منه، وايد هاكي احبه عندي كمية يعني من فها المرة ما طلب، بس حصلت شيا باتر والكوكو باتر. المرة اللي فاتت طلبت كوكو باتر ريحتها وايد كانت قوية، بس الله لي راويكم كيف ثقيله، ويوم استخدمته ما حبيته، ثقيله ثقيله يعني تم مثل طبقة شمعية كذا على الجلد، ما تخز ولا ترطب وتعلق في الملابس، وما حبيت وايد ريحتها، فهذه مو بحلوة. لكن هذه لا مجربتها من قبل فأحيد إن هاي حلوة، وشيا باتر بعد حلوة، قلت خلني علي أنا عارفت إن لا تتفلسفين وايد سمية مرة ثانية. ومن نفس الماركة كوكونات أويل، قلت لكم أم الزيوت والكريمات أنا، فهذا من ماركة ناو ترطيبه وايد زين وخفيف، وايد خفيف، ما تحسين يعني ما تشمين وايد ريحته واضحة. حلو بعد حق الشعر، حق أطراف الشعر أنا أحبه، اللي شعرها جاف وايد بينفعها بعد، إنه مو بس حق الجسم. وأعرف في بنات يشلون فيه الميك اب الكوكونات أويل، أنا ما أفضل هالشيء لأن الزيت ثقيل ممكن يسد لك المسام ويطلع لك حبوب، فما أنصح بهاي الحركة، بس في بنات يسوونها وتناسبها. وهذه بادي باتر، عارفة إن حجمها صغير، ما انصدمت، كنت عارفة إن حجمها صغير، مو مثل المرة اللي فاتت حيدون كنت طالبة كوكونات اويل طلع الحجم هالكبر، صدقوني استخدامين وخلص. هذه لا اعرف ان حجمها صغير، بس ليش طلبتها؟ شدتني المكونات، قلت ريحة التركيبة كيف بتكون، اللي هي برغموت بادي باتر شيا باتر اند مورينجا اويل. شفت برغموت على اورنج خلطة غريبة، فقلت بشمها، بعدني ما فتحتها، خل افتحها. الريحة اوكي، الكريم ثقيل بادي باتر يعني، بس الريحة برتقال،
برتقال ليش؟ يعني فيها برغموت وفيها أورنج، ليش ريحة البرتقال كذا؟ أوكي أنا ما أحب ريحة البرتقال أبداً ولا ريحة الليمون، فليش زي طالبتني ليش برغموت؟ قلت لا 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 مارينجا أويل، قلت لا 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 يمكن بتكون ريحة حلوة. أوكي الترطيب ترطيب حلو بس الريحة مو بحلوة. يلا شو نسوي بعد؟ بستخدمها لأن ترطيبها قوي بس يمكن أخلطها ويا شيء ثاني. على طاري البادي باتر 1000 روزز، هذه بعد خذتها لأن 1000 روزز، وأنا أحب فكرة البادي باتر اللي تكون في معصار مو في علبة لوقة نفس اللي رويتكم إياها، أحس مرات أسهل. فيلفت سوفت والعلبة مسكرة ما بفتحها، بفتحها يوم بي بستخدمها. طاي صدمتي، بس هاي يعني 1000 روزز، انا احب الروز فما اتوقع يعني انها بتكون ريحة ما بعدله، خبركم عنها يوم بستخدمها. اخر بادي باتر والله شهر قدام ما بطلب بادي باتر، بس انا بسرعه يخلصون عني، اسبوع اسبوعين اريد تكون العلبه خلاص خلصت، لان استخدمها مرتين في اليوم احيانا ثلاث، فيعني اخلصهم وايد. هذه سموذينج بادي باتر بالكوكونات بعد مسكره شوي، اقوم اروح ريحتها مو وايد واضحة ريحة الكوكونات، ريحتها أكثر بيذام لوز إذا تعرفونه، كذا أحس تعرفون أكيد اللوز كنا ناكله. فريحة البادي باتر أحسبها أكثر ريحة لوز من إنها كوكونات. هالشي استخدمته عبارة عن شو؟ هذا ساتن سليب سيت، الكيس هذا فيه تلبيسة مخدة والكفر مال العيون وربطة كلهم بالساتن. ليش خدته؟ شد وايد قريت عن السلك الحرير، ان اذا تستخدمين تلبيسة مخدات حرير وايد احسن حق الشعر وحق البشرة. دورت ما حصلت، فحصلت في اي هيرب هذيل الساتن، الساتن حد يمدحه وحد ما يمدحه، قلت خل اجرب اشوف. الربطة وايد عيبتني، وهاي اللي على العين اوريدي انا استخدم ساتن من قبل عندي فما فرقت وايد، لكن التلبيسة عيبتني بنات. وحصلت في امازون وحده قالت لي عن اللي هي الحرير، طلبتها وترياها توصل عشان اجربها. هذه ليش عيبتني؟ تعرفون يوم تنشون الصبح تحسون ان شعركم لازم تمشطونه، حتى لو شعر ناعم لازم تمشطينه، تشوفوا الوصف مع هذه التلبيسه انا طالبه اوريدي هنتين، فواحده مستخدمتها وهاي مخلتها عشان شي اعرف نتيجتها. اوكي الحماس. مع هاي التلبيسه لاحظت يوم انش الصبح شعري مرتب، مو مثل يوم اكون حاطه التلبيسه اللي هي القطن، في فرق، لاحظت ان في فرق من ناحيه الشعر، شعري ما يدهن بسرعه، يعني انا عاده ارقد انا شعري احس مدهن، مفتوح رابطنا احس مدهن، مع هذه ما حسيت، يعني حسيت انه ما يدهن بهاي السرعه، للبشره ما حسيت انه في هاك الفرق، ما حسيت صراحة، حسيت نفس الشيء يعني. الحمد لله بشرتي الفترة الأخيرة وايد خفت من إفرازات الحبوب، ويوم غيرت الماسك بدل ما أستخدم ديسبوزيبل قمت أستخدم النوع اللي هو ينغسل، يوم أرجع البيت أغسله، فالحمد لله وايد خفت الحبوب عن قبل. ما أحس إن هذا الساتن اللي دخل في البشرة، بس على الشعر لا لا لاحظت فرق. فالحين متحمسة أبغى أستخدم الحرير، إذا من الساتن لاحظت هالفرق فكيف بيكون الحرير؟ فهذا هي حبيته. إذا تدوين شيء تبغين تغيرين تبغين تجربين فكرة فهذا الساتن زين، بس عادة يقولون الحرير أحسن. وخلصنا مشتريات شهر أكتوبر من آي هيرب. شفتوا اللي مستخدمتنا قبل اللي ما مستخدمتنا، أنتوا شو تستخدموا من آي هيرب؟ شو تطلبون؟ أخذ بعد أنا على ريكومنديشن مالتكم، اكتبوا لي هنا أو في دايركت الانستغرام. إن شاء الله استفدتوا من هالفيديو، أتمنى لكم يوم سعيد وأشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.